لكم من جديد. خليني اقول لكم، سمعنا في الاغنيه اجيال جيل بيسلم جيل، والنادي الاهلي هو كده دايما، اجيال بتسلم اجيال وانتصارات ورا انتصارات. احلى لحظه لينا كاعلام اللي بيحصل دلوقتي هو تكريم الابطال، واسمنا او اسم برنامجنا كان دايما او اختياره كان بعنايه الابطال. وكابتن علي هاشم طبعا المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، وجنة مصطفى طبعا اللي شرفتنا النهارده، وعاده ان شاء الله باذن الله مش هنقطعها تورته عليها شعار النادي الاهلي، وطبعا هم ممثلين عن الفريق اكيد طبعا. كان نفسنا الفرقه كلها تبقى معانا، ولكن احنا يعني للاسف ملتزمين بمساحه معينه ومكان معين، بس ان شاء الله هنكون معاهم. وخلينا اقول لحضراتكم انه زي ما احنا شايفين البطوله رقم 19 على التورته، وان شاء الله خلينا فاكرين هنفضل ورا يعني بطوله ورا بطوله 20 21 22 لغايه ان شاء الله ما نوصل لارقام كبيره وانجازات كبيره. فكابتن استاذن حضرتك واستاذنك يا جنة نقطع التورته، وطبعا التورته دي مش هتتاكل بحسابك يا كابتن عشان الوزن ولا ايه؟ طبعا. ولا رايك مفيش وقت خلاص اربع ايام منزلين مش مهم الكالوريز ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا يا كابتن اتفضل. يلا يا جنة تعالي. ألف مليون مبروك يا كابتن. يمكن أحلى لحظة زي ما قلت لحضراتكم هي لحظة التتويج، لحظة احتفال. شرفوني نوروني كابتن علي هاشم، نورتوني. أنا خليك بس، أنا عايز بس حاجة أخيرة، أنا عايز أشكر الدكتور محمد جد، كان المدرب العام معايا في أول الموسم، ودلوقتي تولى المدير الفني لنادي الزهور. بشكره إن هو شريك في الإنجاز دوت، وبشكر مخطط الأحمال اللي كان معايا قبل كده وانضم لقطاع الناشئين، مكسب جدا لقطاع الناشئين كابتن علاء العشري، بشكرهم إن هم شراك في يعني حقهم يعني شركاء في هذا الإنجاز طبعًا. وده أنت يعني ابن أصول طبعًا. وده نادي الأهلي طبعًا. كلنا أولاد النادي الأهلي يا كابتن. أكيد أكيد يا كابتن جنة، يمكن نورتيني وشرفتيني وأنت قد إيه جميلة، وقد إيه يعني يا ريت كل اللعيبة تتعلم منك. نورتيني وشرفتيني. منورك ميرسي. أعزائي المشاهدين، الحقيقة كانت حلقة من نوع خاص، حلقة معانا فيها أبطال كرة السلة سيدات. تابعونا عشان الأسبوع اللي جاي أيضا في بطولات كتيرة داخلة النادي الأهلي، والبطولات لا تنقطع زي ما أنتم عارفين في النادي الأهلي، ودايما هنفضل حاطين الضوء على أبطالنا، أبطالنا اللي بيحققوا إنجازات كبيرة. إن شاء الله لقاء آخر وقصة جديدة وبطولة وبطل جديد مع برنامج الأبطال.